قررت المحكمة الإدارية حل النيابات الخصوصية الحالية بكل من بلدية صفاقس وقرقنة وسقية الدير، معتبرة أن كل أعمالها المستقبلية هي أعمال باطلة في حالة عدم الامتثال لتطبيق القانون، وأن هذا القرار نافذ لا محالة. هذا ما جاء بالندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس. الأحكام المتعلقة برمتها الاستعجالية ثلاثة، تهم قرقنة وسقيط الدير وصفاقس، هي أحكام نافذة، وبالتالي هذا يعني أن النيابات الخصوصية الحالية فقدت الأشخاص الذين تم تعيينهم بموجب أمر 11 أكتوبر، فقدوا صفة أعضاء النيابة الخصوصية وصفة رئيس رؤساء النيابات الخصوصية، واسترجع الأعضاء الذين تم ذكرهم في أمر 9 جوان الصفة هذه، وهو أمر وهو حكم نافذ. هو طبيعي نافذ ويلزم يكون نافذ، خصوصا اني ديما ناكد انه سي القسنطيني اللي هو الرئيس الحالي للنيابه الخصوصيه واللي هو ممثل عن النهضه، من المفروض كرجل قانون يحترم القانون لانه هو حكم نافذ وفي احترام قانون. وقد راى البعض في مثل هذا القرار ردا للاعتبار بعدما اعتبروه انقلاب على مناصبهم في جمعة 2012 من قبل السلطة الحاكمة، كما صرح أن البلديات هي فضاء مدني ولا مجال فيه للمحاصصة الحزبية، آملين في عدم تجاهل تطبيق القانون من قبل الحكومة. القرار هذايا هو قرار معناها أعاد إلينا الأمل في قضاء مستقل، وبين في آخر الأمر أنه ما حدث في أكتوبر 2012 لم يكن بدواعي بلدية حقيقية، وإنما كان نتيجة حرص السلطة الحاكمة والجانب التنفيذي بالاستيلاء على مفاصل المرافق العمومية وتجسيم وتطبيق المحاصصة الحزبية. والقضاء اليوم بين أن هذا الكل لا يتناسب، و الحقوق الفعلية للناس اللي خدمت، أعاد إلينا كرامتنا وبين أن ما حدث كان نتيجة محاصصة حزبية وحسابات حزبية. البلديات هي فضاء مدني ويجب يقعد للمدنيين، يقعد للمواطنين، يرفعوا الأداءات باش البلدية تستجيب لطلباتهم، مش لتستجيب لطلبات أحزاب سياسية. هو من المفروض يجب أن تطبق، وإذا تغاضات عنه معناها ما احترمتش القانون، وهذا مشكلة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للرأي العام الوطني والعالمي وغيره. أون بليس احنا مش باش نسكتوا إذا تغاضت عليه، لأنه فما حراك شعبي باش يواكب يعني هذايا، فما أحزاب وجمعيات واتحاد يلزمها تتحرك باش يطبق القانون، لا لشيء إلا باش نركزوا انتقال ديمقراطي أساسا باش يكون فما احترام قانون. اتخاذ المحكمة الإدارية لقرار حل النيابات الخصوصية ببلدية صفاقس وقرقنة وسقية الدير هو مثال على حيادية القضاء التونسي ورفض للهيمنة السياسية بكل أشكالها للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الذي زادت مشاكله مع البلديات إثر الثورة. ويبقى هذا القرار محل خلاف بهذه البلديات في انتظار رد النيابات الخصوصية الحالية.